المركبة المصفحة القادمة. في أثناء السير على الطريق تحاول السيارات والشاحنات إلى شمالكم ويمينكم الوصول إلى وجهتها. ربما تستطيعون عبر نافذتكم لمح سيارة مارة، ولكن لن تدركوا شيئاً، كما أنكم لن تعلموا ما تحمله. ولكن إن كانت المركبة قادمة من شركة من خارج أونتاريو فقد لا تصدقون الأمر حتى. من مدينة تورونتو في كندا تأتي مركبة إنكاس المصفحة للتو من خط التجميع، وقد حققت تقدماً مفاجئاً في علم المواد. تقوم هذه بجمع تشكيلة متنوعة من سيارة الليموزين وسيارة الدفع الرباعي ونقلات النقود ومراكب الاستجابات التكتيكية، وهي قاسية من الخارج ولكنها آمنة ومريحة من الداخل. سافر فريق ألعاب تكنولوجية إلى منشأة إنكاس للصناعات التي تعد مثالاً رائعاً من الفن، وتبلغ مساحتها 13 ألفاً من الأمتار المربعة، لكي يفحص التقنية المتطورة المستخدمة في المركبات المصفحة. تجري إنكاس أبحاثاً وتطويرات شاملة لصناعة تطويرات جديدة في علم المواد. تميزها بغلاف خارجي مضاد للرصاص جعل من نموذج إنكاس مديراً للمناورات من الجولات الخاصة لعقول الأمن إلى الجيش وسيارات الشرطة. أصبحت التقنية تؤدي دوراً مهماً في الحماية. ما من شيء جاهز لا يمكن تعديله وتقويته. تستخدم إنكاس درعاً وزنه خفيف لدرجة تثير الدهشة. إنه يزن نصف وزن التدريع الصناعي القياسي، ومع ذلك يمكنه أن يتحمل ضرباً يجعل منه محارباً على عجلات، ولكنه يتمتع بسرعة وتحكم مفاجئين. إنه يملك القدرة على إيقاف أي شيء من رصاصة عيارها 0.22 إلى الرصاصة الثاقبة للدروع. الدرع الخاص بالمقذوفات موجود في التخزين في هيكل فرعي. ولكن هذه هي البداية فقط. الصفائح الأرضية المعززة مزيج معدل بين نظامي الفرامل والتخميد، يؤمن الوسائل الضرورية ضد أي اعتداء. عن المواد ومتانتها يحدثنا فيليب داسكول. تتألف المراكب المدرعة من مكونات متعددة من الزجاج الخاص بالمقذوفات والمعدن الموضوع عليها بمحيط 360 درجة، ومن الأرضية المزودة بحماية زجاجية. حالما تصبح المركبة مدرعة بشكل كامل، نقوم بإضافة نحو 30 إلى 40% من وزنها الأصلي، سواء استخدمنا المعدن الخاص بالمقذوفات أم الخلائط الأخف وزناً، فإنها ستصبح مركبة ثقيلة. الشيء الذي نقوم به هو التأكد أولاً من أن جهاز التخميد مدعم بشكل كبير بحيث يكون قادراً على التعويض عن الوزن الإضافي الذي وضع على المركبة. المكابح جرى تطويرها بالشكل الكافي لكي نكون قادرين على وقف المركبة الثقيلة جداً. يقوم زجاج ذو السماكة الزائدة بحماية الركاب من الرصاصات ذات العيار العالي. هذه الدرع الشفافة قد تبدو كالزجاج العادي، ولكنها تستطيع وقف هجوم مميت. ابتكارات الحماية الأخرى تقوم بحرق المطاط أيضاً. تتميز الإطارات المعدلة بخاصية السير برغم الثقب، وهي آلية تستطيع من خلالها الإطارات المخترقة أن تسير حتى مسافة 96.5 كم. هذه المركبات هي بدلات منيعة من الدروع على عجلات. محاربات الطرق هذه تستطيع تحمل الضربات وإعادة توجيهها أيضاً. الواجهة الأمامية والمصد مصممان خصيصاً لحماية الراكب وأنظمة التشغيل، إضافة إلى إزالة الأنقاض في أثناء التحرك. وإن اضطر الأمر تصدم المركبات الأخرى المعيقة وتبعدها عن طريقها. يمكن أن تتضمن مركبات إنكاس تجهيزات ترف متنوعة، ولكن هذه الأجهزة هي لأشخاص معينين. يمكن أن يقود هذا إلى بعض الطلبات الغريبة. نائب رئيس الإنتاج ديمتري كازانسكي يستعرض الميزات المطلوبة في إنكاس. ربما كان أكثر المشاريع تحدياً هو صناعة مركبة مدرعة للتحكم. يمكنها تحريك خط مركبة خوف كبيرة جداً. يمكنها تحريك إنتاج مضخة ماء وخزان الماء على قمة هيكلها، وهو بصراحة ما لم نقم به من قبل. الجلد القوي يميز الداخل المبتكر الأنيق الذي يذكرنا بالقول القديم: لا تحكم على كتاب من غلافه، خصوصاً إن كان غلافه مضاداً للرصاص. تستخدم إنكاس أحدث التقنيات لجعل مركباتها منيعة. الحسناء والوحش يمكن أن يعيشا في تناغم ضمن سيارة مصارعة جريئة. ألقوا نظرة أخيرة إلى داخلها، لأنه حالما يغلق الباب فلا يمكن اختراقه.